بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جديد أبنائي وبناتي. اليوم إن شاء الله نستكمل المحاضرة السابقة. بدينا في موضوع الأمينو أسيدز، البروتين والأمينو أسيدز. اليوم وصلنا لموضوع اللي هو الأمينو أسيد كونسنتريشن، واللي بيكون عادة يعني عادة تركيزها أكثر. الأمينو أسيد بيكون في اليونيس أكثر بكثير من الأدلت. يعني طبعا مفهوم المسألة هذه ليه؟ لأنه بكون لسه يعني أجهزة الهونيتس والليفر ما والإنزيمات ما وصلتش لمرحلة النضوج إنه تبدأ تستغل الأمينو أسيد هذه في تصنيع بروتينات. عشان كده إيه؟ بنلاحظ إنه وفرة منها موجودة. يعني المقصد إنه إيه؟ تركيز الأمينو أسيد عادة بيكون في النيونيتس حديث الولادة، يعني أعلى منه في إيه؟ في البلازما طبعا، المقصود أعلى منه في حالة اللي هو إيه؟ النورمال أدلت. يعني هنا خلينا نقول حتى الكونسنتريشن يعني اللي هو ايه بيتراوح ويختلف من فتره لفتره اثناء اليوم نفسه، يعني ممكن يكون او يصل الفرق ل 30%. يعني بنلاحظ انه ايه على سبيل المثال انه بكون التركيز اعلى ما يمكن في فتره ما بعد الظهر ميد افترنون، واقل ما يمكن بكون ايرلي مورنينج في فتره الصبح. يعني طبعا اهميه الشغله هذه الفاريشن في الكونسنتريشن للامينو اسيد، عشان كده لو احنا بنعمل فولو اب او متابعه للامينو اسيد كونسنتريشن او لامينو اسيد معين على سبيل المثال عند شخص، طبعا يكون كونسيستنت في حكايه التوقيت، يعني مش مره نعمله الصبح ومره نعمله الظهر، يعني عشان زي ما احنا شايفين الفاريشن هذا. فخلص نمسك وقت ما ونعتمده سواء الظهر سواء الصبح ونضل ماشيين عليه عشان تكون الكونسنتريشن او الميجرمنت بتاعتنا دقيقه. يعني خلينا نقول انه كمان اللي هو معظم الامينو اسيد بيصير فلتريشن في الجلوميرولس في الكدني، طبعا اللي جاي مع البلاد بيصير فلتريشن، وجزء كبير بنعمل لها ري ابزوربشن ثاني في التيوبولز، وما تبقى اكسكريتد او بنزل مع اليورين. الان عندي اللي هو انكريزد رينال اكسكريشن او امينو اسيد اللي بنسميها امينو اسيد يوريز او وجود امينو اسيد في اليورين. طبعا بحكي عن increased renal excretion، يعني بمعنى اخر في الوضع الطبيعي حنلاقي شويه امينو اسيد موجوده في اليورين، لكن المقصود في الامينو اسيد يورا هي زياده الكميه هذه او زياده الكونسنتريشن في اليورين. طبعا السبب ممكن يكون اللي هو الامينو اسيد يوريز، ممكن يكون سبب مرضي يعني، واثناء دراستنا هنستعرض بعض الامثله اللي ممكن يزيد فيها تركيز امينو اسيد زي حكايه الامينو اسيد باثز يعني. او ممكن يكون بروتين اوفرلود، يعني الواحد عنده كم كبير من البروتينات نتيجه الاكل او حاجه زي كده يعني، او ممكن بسبب اللي هو رينال تيوبولار امبيرمنت، لانه هي وظيفه التيوبولز تعمل ري ابزوربشن، فاذا تعطل شغلها لسبب او لاخر الامينو اسيد بيصير لها اكسكريشن مع اليورين. الفيجر اللي امامنا ان شاء الله هرجع له كمان سلايد او تنتين، اللي هو بيحكينا او بعطينا جنرالايز سكيم للميتابوليزم بتاع الامينو اسيد، هرجع له كمان شويه. بس خلينا نقول اللي هو ايه الاكسكريشن او الامينو اسيد اكسكريشن ان يورين فيرز وذ رينال تيوبولار ماتوريشن، طبعا لانه اليونيت او حديث الولاده بيكون لسه مش فول ماتشور تيوبولز، عشان كده بنلاحظ كميه كبيره او ما بصيرش ري ابسوربشن للامينو اسيد اللي نعمل لها فلتريشن من الجلوميرولس، عشان كده بتبين في اليورين. ولذلك يعني ظاهره موجوده عند الناس هذول البريماتشور انفانس اللي حديث الولاده، يعني انه عندهم شغله اللي هو امينو اسيد يوريز. طبعا هذه لا تمثل في الحاله هذه باثولوجيكال كونديشن، لانه هو الوضع الطبيعي عند البريماتشور انفانس انه يكون عنده نسبه من الامينو اسيد يوريز. لما يكبر بطبيعه الحال المساله هذه حتتعدل ويصير من ضمن النورمال اللي موجود في الادلت. يعني لانه طبعا زي ما احنا شايفين السبب في الامينو اسيد يوريز عند النيونيتس اللي هو زياده الاكسكريشن عنه او مقارنه بالنورمال ادلت. يعني من ضمن الامينو اسيدز اللي بنلاقيها عاده في اليورين اللي هي في النورمال ادلت يعني بني ادم الطبيعي، عندنا الجلايسين مثلا، في عندنا الهستيدين، عندنا التوراين، عندنا الجلوتامين، سيراين اند الانين. يمكن الاسماء هذه دارجه او مش غريبه عليكم، التوراين يمكن يكون غريب اللي هو واحد من الامينو اسيد اللي بنجيبه او بنسميه اسينشال امينو اسيد، يعني مضطرين نجيبه من برا من بعض انواع اللحوم والحاجات زي كده. عاده هو لا يدخل او من الامينو اسيد اللي لا تدخل في تصنيع البروتين في داخل الجسم، يعني
عشان كده ما هواش دارج، من ضمن مش من ضمن 8 امينو اسيد اللي احنا عارفينها واللي بتدخل في بناء البروتين. هو عادة بيستخدموا في الارتفيشال فود يعني الاطعمة المصنعة والحاجات اللي زي كده، لانه بعض انرجي وحاجات زي كده يعني. بس ما هواش من ضمن اللي هو ايه الامينو اسيدز اللي بتصنع البروتين في داخل الجسم يعني. الان لو بدي اعمل مقارنه ما بين الكونسنتريشن للامينو اسيد ما بين البلازما وبين السي اس اف، بنلاحظ انه ايه معظم او موست امينو اسيدز اللي مور كونسنتريتد ان بلازما ان كومباريزون تو سي اس اف، يعني تركيزها في البلازما اعلى منه السي اس اف، باستثناء اللي هو اكسبت يعني جلوتامين اللي هو تركيزه في السي اس اف اعلى شويه من تركيزه من البلازما. طبعا هنا بيحكي لنا من الاساس احنا حكينا انه تركيز الامينو اسيد في داخل السل اعلى منه من خارج السل، عشان كده الفرق الكونسنتريشن دائما او الفرق في اي حاجتين سواء في التشارج في الكونسنتريشن هذا بنسميه جريدينت. الجريدينت اللي هو فرق كونسنتريشن او فرق حاجتين على طرفي ميمبرين على سبيل المثال. هنا لاحظنا احنا قلنا في الادلت تركيز الامينو اسيد في داخل الخلايا انترا سيلولار اعلى منه من خارج الخلايا او اكسترا سيلولار، هذا بنسميه جريدينت. طبعا الجريدينت هذا بقل في حاله اللي هو نيونيتس او الاطفال يعني البريماتشور، او الفرق في الكونسنتريشن بقل بمعنى اخر بطبيعه الحال يعني. هنا بحكي عن ايش او النسبه ما بين اللي في داخل الخلايا وخارج الخلايا، النسبه هذه بتقل في نيونيتس بمعنى اخر، لانه عاده ليه بيكون اللي هو تركيزه في البلازما والامينو اسيد في البلازما عند النيونيتس بيكون عالي، عشان كده اللي هو بتقل النسبه ما بين اللي هو الانتراسيلولار والاكستراسيلولار في حاله اللي هو نيونيتس مقارنه مع اللي هو النسبه او الجريدينت في حاله اللي هو الادلت يعني. هنا كمعلومة انه بالنسبة للامينو اسيد في داخل الخلايا بيلعب اللي هو في حكاية او دور في عملية اللي هو الانكوتيك بريشر. الانكوتيك بريشر هو جزء من منظومة الاوزماتيك بريشر. طبعا البروتين جزء بيلعب جزء من المنظومة هذه، السكر الجلوكوز بيلعب جزء، الصوديوم بيلعب جزء كبير في المنظومة هذه، بالاضافة لأذر الكترولايتس بتلعب جزء او بتلعب ادوار بنسب مختلفة في عملية الاوزماتيك بريشر. تتذكر اوزماتيك بريشر اللي هو اللي بحافظ على الهوميوستاسيس بتاع السوائل ما بين داخل الخليه وخارج الخليه، اللي بيعتمد على الكونسنتريشن. هنا خلينا نقول اللي هو ايه الجزئيه المسؤول عنها البروتين والامينو اسيد فيما يتعلق بالاوزماتيك بريشر بنسميها اونكوتيك بريشر، اونكوتيك او كولويدال بريشر. اونكوتيك او كولويدال بريشر هي الاوزمولاريتي اللي هي بسبب او اللي جاي بسبب الكونتريبيوشن بتاع البروتين والامينو اسيد للايش؟ للاوزمولاريتي يعني. نرجع بس للفيجر اللي كنا حكينا بدنا نسيبه، هذا اللي يمثل اللي هو ايه؟ سكيم جنرال سكيم للميتابوليزم تبع الامينو اسيد. لاحظوا هنا اللي هو الامينو اسيد بول، هذا الامينو اسيد بول قلنا احنا ما بنخزنش عاده بروتين كبروتين، لانه يعني البروتين بيعمل وظائف لا حصر لها، فما بعرفش بدي اخزن ايش ولا ايش يعني. فالاساس انه يكون عندنا امينو اسيدز، امينو اسيد بول، ومنها بنصنع من الامينو اسيد اي بروتين حسب الحاجه يعني. طبعا الامينو اسيد اللي هنا استخدم في تصنيع البروتين. دائما بدايه الميتابوليزم للامينو اسيد حاجه بنسميها ترانس امينيشن، ترانس امينيشن يعني لو اخذنا امينو اسيد مع مثلا كيتو اسيد على سبيل المثال ده الالفا كيتو جلوتريد، طبعا من خلال اللي هو ترانس امينيشن بروسيس الانزيمات اللي بتعملها امينو ترانسفيريز، يمكن اخذته في البايوكيمستري الانين امينو ترانسفيريز او اسبارتيت امينو ترانسفيريز. هنا الفكره اللي هو ترانس امينيشن او الامينو ترانسفيريز بتنقل الامينو جروب من واحد لواحد، هنا بتنتقل الامينو للكيتو وهنا الكيتو بنقل المجموعه بتاعته للامينو اسيد، يعني عمليه اكستشينج. يترتب على المساله هذه ترانس امينيشن انه الامينو بتحول لكيتو اسيد والاوكسيجلوتاريت بتحول لجلوتاميت. طبعا هذه المساله الجلوتاميت جزء من الميتابوليزم، حصول الجلوتاميت جزء من الميتابوليزم بتاع الامينو اسيد، لانه الجلوتاميت من خلال بروسيس بنسميها اوكسيديتيف دي امينيشن. عشان كده برجع بقول لكم ارجعوا للبايوكيمستري والميتابوليزم بتاع النيتروجين واليورا سايكل والحاجات اللي زي كده يعني. هنا من خلال اوكسيديتيف دي امينيشن بينتج الامونيا، الامونيا بتدخلنا في اليوريا سايكل، وقلنا اهميه اليوريا سايكل اللي هي رقم واحد بتخلصنا من الامونيا اللي هي
إذا زادت على كميتها ممكن تكون توكسيك بالنسبة للدماغ يعني، بالإضافة لأنه بتعطينا بعض اللي هو الانترميديات زي أمينو أسيد أو غيره اللي ممكن تدخل في بعض ويز. طبعا اليورين او اليوريا اللي بتطلع في ايه في اليورين في النهايه في كنتيجه للميتابوليزم بتاع الامينو اسيد. ناخد كمان اللي هو كمان نفس التفاعل ممكن يطلع لنا بايروفيت اللي هو ايه واحد من البايروفيت اللي واحد من الانترميديات اللي ايه ممكن يكون في نهايه اللي هو ايه الكربوهيدرات ميتابوليزم. لاحظوا انه العلاقه ما بين البايروفيت هنا والجلوكوز ممكن تكون في الاتجاهين، طبعا فورورد اللي هي من الجلوكوز للبايروفيت واكيد عارفين اسمها يعني اللي هي ايه سامع واحد بيقول جلايكوليسيس، صح جلايكوليسيس. هنا من الجلوكوز للبايروفيت جلايكوليسيس، هنا العكس البايروفيت للجلوكوز هذه بنسميها ايه جلوكونيوجينيسيس. طبعا المسألة مش اختيار في مش هيك وهيك يعني، اكيد بتعرفوا انه ايش الظروف اللي بصير فيها جلايكوليسيس وايش الظروف اللي بصير فيها جلوكونيوجينيسيس. هنا لما يكون عندنا اكسس او اكسترا جلوكوز بنمشي في اتجاه البايروفيت او الجلايكوليسيس عشان نحصل انرجي من الجلوكوز. هنا لما يكون عندنا حاله ستارفيشن يعني في نقص سكر بنمشي في حاله اللي هو ايه يعني الخطوات مش هي عفوا يعني خلينا نقول جزء كبير من الخطوات هي هي يعني بس في اتجاه العكس يعني، باستثناء ثلاث خطوات اللي هي 3 تشيك بوينت ما بين اللي هي من البايروفيت للجلوكوز اللي هي تشيك بوينت في عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي انتم درستوها كويس طبعا في البايوكيمستري. هنا البايروفيت كمان ممكن يدخل لنا وصلنا لاسيتال كو اي، وبتعرفوا انه الميتابوليزم سواء الامينو اسيد سواء البروتين سواء الكربوهيدرات والدهون كله حيوصلنا للاسيتايل كو اي. طبعا كمان مره الاسيتايل كو اي ممكن يجي من نتائج ميتابوليزم الكيتو اسيد. الكيتو اسيد كمان ممكن يوصلنا زي الالفا كيتو جلوتريت يكون انترميديت في الكريب سايكل ومن ثم اوكسيديتيف فوسفوريليشن كانتاج الطاقه. في نهايه الميتابوليزم بتاع الاسيتايل كو اي بكمل عشان كومبليت ميتابوليزم يصير سي او 2 يعني كربون دايوكسيد وميه. ممكن الاسيتال كو اي يكون انترميديت يوصلنا للكيتون بوديز، وبتعرفوا الكيتون بوديز اللي هي ايه مساله تتعلق نتيجه الاكسديشن او الميتابوليزم بتاع الدهون، خاصه لما يكون عندنا بتزيد لما يكون عندنا ستارفيشن او ديبريفيشن اوف كربوهيدرات، ما فيش عندنا كربوهيدرات الوضع اللي بنلاقيه عند الناس الدايبيتيك. ممكن تكون اللي هو ايه بدايه السينثيسيس للفاتي اسيد. طبعا هنا اللي هو ديجريديشن للفاتي او للدهون او الفاتي اسيد، هنا سينثيسيس. الباثويز اللي احنا شايفينها امامنا ما هياش اللي هي سبونتانيوس يعني كلها بتصير بشكل تلقائي في كل دين، لا يعني هنا في ظروف ممكن زي ما حكينا في ظروف في ظرف ما بيأدينا الجلايكوليسيس، في ظرف ما بيعمل العكس جلوكونيوجينيسيس. يعني هنا لما يكون واحد شبعان او استرا جلوكوز بيمشي في اتجاه اللي هو جلايكوليسيس، هنا لما يكون في ستارفيشن بيمشي في الاتجاه، هنا لما يكون في ما فيش كربوهيدرات بيمشي في اتجاه الكيتون بوديز عشان تكون مصدر للانرجي، هنا لما يكون عندنا اكسس كربوهيدرات على سبيل المثال او اكسس او زياده في الدهون هنا بنتجه او في الكربوهيدرات تحديدا يعني بنمشي في اتجاه الفاتي اسيد سينثيسيس. يعني بمعنى اخر الاشي اللي بده يحدد في اي اتجاه بدنا نمشي هو الافيلابيلتي للنيوترينز زي كربوهيدرات زي دهون وهكذا. طيب هنا نحكي عن كلينيكال امبليكيشن للامينو اسيد كونتنتس. هنا بنحكي عن مجموعه يعني بندور على تركيز او بنبحث على تركيز او الكونسنتريشن للامينو اسيد سواء في البلازما او في اليورين في بعض الامراض اللي هي عباره عن انبورن ديزيز او ايروز. انبورن ايروز اللي هو الطفل يولد في مشكله في جين بيعمل كودنج لانزيم يترتب عليه مشكله في الباث واي اللي ايش بمشيه الانزيم او بيعمل له سبورت للانزيم هذا. هناخد بالتفصيل كم من واحد او كم من اكزامبل على الانبورن ديزيز الامينو اسيد باثيز، بس هنا نعطي اكزامبل على المساله هذه او نعطي توضيح اللي هو لما يكون عندنا انبورن او ايش الانديكيشن على سبيل المثال لما يكون اكسترا او اكسس امينو اسيد. على سبيل المثال الهوموسيستين، زياده الهوموسيستين في البلاد او في اليورين بتعطينا انديكيشن على سبيل المثال للكاردو فاسكولار ديزيز امراض القلب والشرايين، بتعطينا انديكيشن او علامه على انه في عندنا ديفيشنسي للفوليك اسيد او الفيتامين بي 12. كيف اجت المساله هذه؟
عندنا فيجر على سبيل المثال وحيتكرر معنا الفيجر هذا كمان مرة يعني فيما بعد لما نحكي على السيستيوريا. بس هنا الميتابوليزم بورجينا الميثيونين عشان ورجيكم حكاية الهوموسيستين وش علاقته بالديفيشنسي للفوليك أسيد والفيتامين بي 12. هنا الميثيونين لما يعمل ميتابوليزم عشان يوصلنا للسيستين أحد الخطوات أو الانترميديات اللي هو الهوموسيستين. الهوموسيستين زي ما انتم شايفين عشان يتحول لسيستاثيون او بطبيعة الحال الخطوة الأخيرة قبل الأخير لسيستين، هنا بلزمه فوليك أسيد وبلزمه بي 12 عشان تمشي الخطوة ككوفاكتور. ملاحظين انه إذا كان الهوموسيستين موجود عادي والكوفاكتور موجود معنى كده الرياكشن بيمشي وبنكمل لسيستين. بس لما يكون في ديفيشنسي في الفوليك أسيد أو البي 12، لما يكون في ديفيشنسي معنى كده الباثوي او الرياكشن مش هيتم، ومعنى كده السبستريت اللي هو الهوموسيستين هيضل موجود بكثره. عشان كده بنقول اللي هو ارتفاع الهوموسيستين في البلاد مثلا علامه على انه في، او احد العلامات على انه في ديفيشنسي للفوليك اسيد والفيتامين بي 12. كمان بالنسبه للتربتوفان، الدروب او نزول في مستوى التربتوفان مصاحب لحاجة أو للدبريشن، يعني الواحد كده يكون دبريست كده هيك، أو سايكياتريك ديزيز أمراض النفسية يعني. لأنه التريبتوفان بيدخل في تصنيع اللي هو أسيتال كولين على سبيل المثال أو الترانسميترز. هنا كمان التريبتوفان مع السيستين ستيميوليتد أو غير ميتابوليزم ستيميوليتد بالإنترفيرون، انترفيرون اللي سواء الألفا تايب 1 أو تايب 2 اللي ينتج من بعض الإميون سيلز ذات تي سيلز. طبعا هنا اذا كان في ديفيشنسي في السيستين او التريبتوفان هنا علامه على انه ايه، في مشكله في التريبتوفان او في الانترفيرون، معنى كده في مشكله في الاميون فانكشن. طبعا مش هذا اللي خلينا نقول يمكن هذه علاقه مش ستريت فورورد اللي تربط المناعه مع اللي هو السيستين والتريبتوفان. في وسائل عشان نقيس الاكتيفيتي لخلايا المناعه او لجهاز المناعه يعني، بس على الاقل هنا بنحكي انه ايه، في علاقه وفي انديكيشن ما بين مستوى او تركيز بعض الامينو اسيدز والايه والمناعه. طبعا في اكزامبل كثير او امثله كثير على اهميه اللي هو الميجرمنت للامينو اسيد سواء في البلازما او اليورين وارتباطها ببعض اللي هو الباثولوجيكال كونديشن. هنا الامينو اسيد باثز لو بدينا فيها يعني اللي هي عباره عن انهيريتد ايرورز، يولد الشخص كده او الجنين في مشكله في انزيم، الانزيم هذا مسؤوليته على سبيل المثال انه يحول امينو اسيد اي خلينا نفترض لامينو اسيد بي. الان يترتب على المساله هذه انه الاي بتحول لبي بفعل الانزيم، اذا كان في ديفكت في الانزيم يعني هنلاحظ انه في مشكله في الكونفرجن من اي لبي، يترتب على المساله هذه انه ايه، هيتجمع عندنا كميات كبيره من اي وهذه ممكن تكون توكسيك الكميات الكبيره هذه، بالاضافه لانه ايه في الحاله هذه ما دام مش ماشي في الكلاسيكال باث واي بتاعه ممكن يمشي في اتجاه اخر، ونتيجه الالترناتيف باث واي الجديد اللي ماشي فيه ايه هيترتب عليه انه هو ايه برضه هتتجمع متابولايت ممكن تكون توكسيك. هنا خلينا نقول الابنورماليتيز اللي تنتج عن الامينو اسيد باثز هي ممكن بسبب اللي هو ديفيشنسي في اكتيفيتي سبيسيفيك انزيم اللي هو هذا معظم الحالات في نقص في شغل الانزيم، او اللي هو مشكله في ترانسبورت سيستم بمعنى زي ما هنشوف مثلا في السيستيوريا بلزمني ان انقل امينو اسيد من مكان لمكان عشان يبدا يشغل عليه. يعني مثلا في حاله السيستيوريا بدي انقله مثلا من السيترولاين، بدي انقله من داخل مثلا الميتوكوندريا للسيتوبلازم عشان نكمل. هنا بتكون المشكله في الكارير سيستم، الكارير سيستم اللي بينقل اللي هو امينو اسيد او البريكورسر للامينو اسيد من مكان لمكان عشان يشغل عليه. في الحالتين سواء المشكله بتكون في الانزيم او في ترانسبورت سيستم اللي بيلزم عشان ننقل الامينو اسيد اللي بدنا نشغل عليه، في الحالتين يترتب عليه اللي هو سبيسيفيك تايب اوف امينو اسيد باثز. احنا بنحكي حوالي عن يمكن اكثر من 100 نوع، طبعا احنا مش هنحكي عن 100 نوع بطبيعه الحال، هنحكي عن اكم من نوع الستاندر او معروفات تقريبا. وبنرجع بنقول الامينو اسيد باثز ديس اوردر اللي هي ممكن تسبب عنها اللي هو سيفير ميديكال كومبليكيشن مضاعفات بسبب انه الامينو اسيد الاولاني او الاساس اللي المفروض ينشغل عليه بتجمع بكميات كبيره لما في، لانه في مشكله في الانزيم اللي بده يشتغل عليه،
طبعا بسموها بيلد اب اوف توكسيك اماونت، يعني هو الجسم بيتعامل مع كميه محدوده، لكن لما تتجمع الكميه الكبيره هذه بصير توكسيك. او ممكن ياخذ كمان اللي هو الالتيرناتيف باث واي، ينتج عنه باي برودكت، الباي برودكت هذه اللي ممكن تكون توكسيك. هنا يعني بدي اعطي البدايه بتاعت اول واحد حنبدا فيه، وان شاء الله بنكمل المحاضرات الجايه. اول حاجه هنبدا فيها له فينيل كيتيوريا، او اختصارا بي كي يو. بي كي يو فينيل كيتيوريا عباره عن اوتوزومال ريسيسيف، المصطلحات هذه بفترض يعني بتكون اخذتوها في الجينيتكس، يعني ايش معنى اوتوزومال ريسيسيف. يعني طبعا الانسيدنس بتاعه حاله من كل 15,000 حاله ميلاد، يعني تقريبا بيكون 15,000 واحد انولد ممكن يكون عندهم واحد. طبعا في معايير الامراض النسبه هذه مش قليله او نسبه عاليه شوي. يعني بنحكي عن كلاسيك فورم او يعني الشيء التيبيكال منه، يعني بالنسبه للفينيلكيتيوريا اللي هو بيكون عندنا ديفشنسي في انزيم فينيل الانين هيدروكسيليز. لاحظوا انه الفينيل الانين عشان يصير له ميتابوليزم طبعا للتايروسين، والتايروسين بيكمل ما بعد التايروسين في كمان امينو اسيد باث، هنحكي عنها التايروسينيميا سواء تايب 1 تايب 2 تايب 3 هنحكي عنها، بس احنا بدنا نركز على الجزئيه هذه اللي هي فينيلكيتيوريا. هنا اخذنا وكبرنا الصوره بتاعتها زي ما انتم شايفين، اللي هو عاده الفينيل الانين، الفينيل الانين اللي هو عاده مع وجود انزيم الفينيل الانين هيدروكسيليز، اللي هو الناس هذول بيعانوا من المشكله هذه الديفيشنسي في الانزيم فينيل الانين هيدروكسيليز، عشان كده بصير بلوك للباثوي ما بتحولش لتيروسين. يترتب على المساله هذه انه هيتجمع كميه اكبر من الفينيل الانين، طبعا بناء على الكميه هذه الموجوده وبناء على كميه الديفيشنسي في الانزيم اللي موجوده انزيم الفينيل الانين هيدروكسيليز، هنصنف لانه الفينيل الانين الفينيل كيتيوريا حتكون سيفير طبعا اللي بتجمع كميات كبيره، لانه بكون كومبليت ابسنس او ديفيشنسي للانزيم، او ممكن تكون مال بيكون يعني لسه بارشل الانزيم بيشتغل بس مش بطاقته يعني كلها. يعني طبعا نتيجه البلوك في الباثوي هاد بتجمع فينيل الانين، بالاضافه لانه ممكن ياخذ اذر الترناتيف باثويز يترتب عليه زي فينوباروفيك اسيد، فينال باروفيك اسيد واذر ميتابولايتس اللي برضه كمان ممكن تكون توكسيك، وكلها سواء الفينيل الانين بكميات عاليه كبيره وخاصه التوكس والميتابولايتس بتاعته نتيجه الترناتيف باثويز هتكون توكسيك للدماغ، ممكن تسبب لنا حاجات زي المايكروسيفالي، يعني زي انتفاخ في الدماغ بسبب تجمع سوائل وحاجات زي كده. خلينا نقول يعني مش هتجاوز الوقت، يعني خلينا نقول انه بس هذه فكره بدينا في الفينيلكيتيوريا. ان شاء الله المحاضره الجايه بنكمل مع بعض وبنشوف ايش مشكله الكومبليكيشن بتاعت الفينيلكيتيوريا والتريتمنت والدياجنوسيس والحاجات زي كده، وبنكمل بعد كده لاذر تايبس اوف امينو اسيد باثز. كده بنقول شكرا ويعطيكم العافيه والسلام عليكم.